رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل بقى ايه وصفه لطيفه كده العاشوره. احنا عايزين حاجات ساعات تبقى مرطبه كده زي الكاسترد والمهلبيه والجلي بدانا ممكن يبقى فيه ايس كريم، بس احنا نقدر كمان الوصفه دي نضيف عليها ايس كريم تبقى حلوه قوي، زي ما بنروح نضرب واحد شبح. كنا الاول زمان، دلوقتي مش عارفين نضرب الشبح خالص، بيجي لنا الشبح بس بتاع الكورونا ده اللي قادرين نفكر فيه دلوقتي، ربنا يسترها. فهنعمل شويه قمح نسلقهم على اننا نعمل شويه يعني عاشوره بس بطريقه خواجاتي شويه. فخلينا نقول المقادير كده. طيب عندي للعاشوره، انتوا عايزين يقدم اعمل لكم قوارب الكوسه ولا العاشوره الاول؟ عاشوره، يلا يا سيدي ماشي. العاشوره هنعملها بالمستكه وهنقدم معاها ايس كريم، وده حسب الرغبه برضو. عندنا قمح مسلوق، سكر حسب الرغبه، قرفه، مستكة باودر، والمستكة لازم عشان تطحنوها لازم يبقى معاها معلقة سكر، بودرة كريم شانتي أو كريمة المخفوقة الباودر يعني، بودرة آيس كريم فانيليا تدي طعم حلو قوي، ممكن نضربهم مع بعض مع الكريم شانتي فتعلى، لبن وكريمة ونشا. والتزيين عندنا آيس كريم وجوز هند. تمام، مشمشية وقراصية وفستق، أي حاجة موجودة. أوكي يلا بينا، تعالوا بقى نجيب حلة كده لطيفة نحط هنا. هاخد أول حاجة العشورة دي، أول خطوة فيها خالص عملتها ان انا سلقت العاشوره. طبعا احنا بنغسل القمح كويس جدا، نشطف لحد ما الميه تبقى بيضه ورايقه تماما، وبعدين نبدا ناخده نحطه في حله ونسلقه. بعد كده بلاقي الميه بتاعته، لو لقيته الميه وانتوا بتسلقوه سواء للبليله او للعاشوره، حب القمح نفسه غامق، بصوا ميته رايقه هنا ازاي بيضه، هو ده. لازم اغير الميه بتاعته قبل ما يستوي، يعني ادلق الميه اللي هو بيغلي راحت اغمقت تماما وادتني درجه غامقه جدا، صفياه شطفاه وحاطه ميه سخنه بتغلي، مينفعش احط ساقعه عشان الحبات بس ما تبقاش محصونه كده، يعني تبقى بتتكسر كده تحت السنان. ناشفه. انا حطيتها دلوقتي اسخنها فيها شويه ميه بتاعتها. انا عاده لما بحب اعمل العاشوره بحب اعمل اسلق المرحله دي قبلها بيوم، يعني اعملها بالليل مثلا واسيبها في حلتها تاني يوم في الثلاجه، فيروح الحب ده يبدا يتفتح زياده زياده لحد ما ينفش تماما ويشرب كل كميه الميه اللي حواليه، فتلاقوها كده ماسكه نفسها بس اتفتحت على الاخر، فهي مش هتاخد سوى تاني غير ان انا لما اضيف بقى اللبن والحاجات ما تشربش منه عشان هي ناقصها سوائل، فتشرب من المفيد بتاعي، فانا بقى بحط كميه لبن او كريمه اكتر. فطبعا انا هعملها بالكريم شانتي وهتبقى حلوه قوي طعمها حلو، ممكن تدمجوا مع الكريم شانتي الايس كريم الباودر لو ما عندكوش، يعني تدوله نكهه الايس كريم الفانيليا الباودر، بيتباع باكت كده نحطه على باكت كريم شانتي مع شويه لبن ساقع او ميه متلجه ونضربها تدي طعم وتست حلو قوي حتى لو مش عندكوا كريمه. ومعانا فراوله، يا فراولتي اهلا اهلا، يا صباح الجمال، يا صباح الفل والكريم شانتي على فراوله. عاملة ايه يا عظيمة؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا فراولتي، عاملة ايه واخبارك؟ عليكي الايام بخير يا رب، عليك وعلى اولادك امين يا رب، احنا وانتوا باذن الله. حماتك عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، يقعد عليكي الايام بخير يا رب. تسلم يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي يا رب. وحشاني قوي 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 قوي. ربنا يخليكي، تسلمي لي والله، انت اكتر يا فراوله، انت اكتر والله العظيم، ثلاثه وحشاني حبيبتي، انت اكتر والله، وشفنا الحاجات الحلوه اللي انت بعتاها. ما انا انت يعني مش مخليانا يعني مش ذات نفسها. شفت بقى الحاجات الحلوه بقى، شفت فراوله ذات نفسها الصوره، شفت صنع ايديك الحلوين، الله يخليكي حبيبتي. بقول لك عايزه طريقه اللبن المكثف عشان مش تكلمه حالا دلوقتي اقولها لك، عينيا ليكي. ننزل طريقه اللبن المكثف المحلى يا روان بعد اذنك حالا على الشاشه لام حماده لفراوله. الله يكرمك يا عيني، عينينا ليكي. على فكره هتعمل معاكي كميه حلوه بس ما تستخدموهوش في نفس اليوم،
هتعمليه وتحطيه في التلاجة لتاني يوم هتلاقي لونه اصفر غمق سنه وتقل. طيب ماشي، بس الوصفه بالظبط بالمعيار الكوبايه، عايزه تضعفي ضعفي بس بالكوبايه برضه. بالكوبايه بالكوبايه ماشي حبيبه قلبي، تؤمري تؤمري يا حبيبتي. عينيا عينيا ليكي فراوله، تسلمي يا روح قلبي، ما تحلمش مني. على المخرج وعلى شيكو وعلى روان وعليكم كلكم بيسلموا عليك يا حبيبتي، هم بيقولوا لك بيسلموا عليكي. تسلم يا رب، كلك ذوق، ما نتحرمش منك يا فراوله. شكرا جزيلا يا حبيبتي، شكرا لذوقك. بصوا بقى انا هاجي هنا، انا عامله طبعا شويه كريم شانتيه، هحط عليهم البودره بتاعه الايس كريم الفانيلا، وخليني اقلبهم كده بويسك. انا ممكن اضربهم مع بعض من البدايه الحقيقه، بس انا عايزه اديها كده طعم معين. ممكن نستغنى عنها وممكن نعملها مع لبن سائع وكريم شانتيه. هتصلصل بقى شويه كده، انا مع حضراتكم طفيت النار خلاص، هسيبها شويه بتاع 5 دقايق هنطلع فيه. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا بقى بدات تاخد كده قوام كريمي شويه، والكريمه اللي تحت بدات يعني تدخل كده في المسام بتاعتها. زي كنا زمان بنعمل رز بلبن السادح، ناس تحط بس رشة قرفة بس عليه من غير مكسرات، في ناس تحبه مكسرات، في ناس كانت تضيف له الايس كريم الفانيليا زي ما حضراتكم يعني تحبوا. كمان الكريم شانتيه ده والكريمة بيخليها كده الوصفة غنية شوية، يعني ريتشي كده وناعمة، وما بتقعد في التلاجة وبتسقع مع جوز الهند اللي احنا حطيناه جوه، مدي ريحة حلوة كده.
او يعني اطباق زي الصهانونه بايركس يبقى جميل، كل واحد يحط التجميل اللي بيجمله. احنا في غالبا في البيت كله بيتفق احنا هنحط ايه، يبقى معروف عدد اطباق لفلان وفلان وفلان، كل واحد بيحب فوقها ايه من المكسرات او من غير او بالقرفه او بالكده. طيب حبايبي تسلم ايديكم.